القصه اللي عملته ده البرنامج اللي احنا طالعينه كل فيلم برنامج تنموي برنامج جاهز الى انتقال الشباب الى مرحله ثانيه بدخل مختلف وحياه مختلفه تماما. في حاجه اسمها الراسماليه الوطنيه، يعني مش عايزين الشباب يبقى عندهم وظيفه، مش عايزين نقول لك على وظيفه تشتغل بمرتب، لا عايزين تبقى عندك ملكيه راسماليه وطنيه، وعايزين اللي بالك دور اللي بالك في علاقه بين الدوله وبين الشباب في مصلحه التنمويه. لما انت النهارده تيجي عايز تاخد ارض، تشتري ارض تعمل بيها ايه؟ هتجيب بيها ميه منين؟ وتصرف عليها كام ازاي؟ فبالتالي بندور على لا احنا عايزين تنتفع من الارض، عايزين تبقى دخل من الارض، بقالك اسهم ملكيه في الارض، تتداول من الاسهم. هو ده المشروع اللي بنتكلم عليه الراسماليه الوطنيه وليس ملكيه الارض او ملكيه المصرف. لو في حاله خساره